تروح بس لزميلتنا مريم سميح من أهل الجزيرة وتنقل لنا أجواء الفرحة من هناك. تفضل يا مريم. من جديد برحب بيك يا كابتن ايمن وبرحب بكل ضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي من مقر النادي الاهلي هنا بالجزيره. زي ما قلنا على الحلوه والمر معاه، زي ما قلنا قبل اللقاء وبعد اللقاء بنجدد كل الكلام اللي احنا قلناه مره ثانيه. عملوها رجاله، عملوها رجاله الاهلي، عمرهم ما خيبوا ظن جمهور النادي الاهلي فيهم ابدا. كل الناس هنا بتتكلم، فعلها الاهلي للمره الثانيه البرونزيه في كاس العالم للانديه المركز الثالث. الحمد لله كل الناس كانت بتقول يا رب، خاصه بعد يعني وصلنا لركلات الجزاء كل الناس بتتكلم ربنا يحميك يا شناوي، ربنا يحميك يا محمد دهاني. عايزين ننقل لكم اكتر الاجواء هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. كل الناس فرحانه، كل الناس شايفه قد ايه رجاله الاهلي عملت مجهود كبير جدا عشان توصل للمره الثانيه برونزيه كاس العالم للانديه. هيكون معانا عده لقاءات من داخل المقر هنا يا كابتن ايمن، وخلينا في البدايه نرحب بيك بنرحب بيك على شاشه قناه الاهلي. الف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي، والف مبروك للعيبه الرجاله اللي طول عمرها رجاله اللي شرفتنا بره مصر وصرفتنا في افريقيا، ومبروك للشناوي وهاني وكل لعيبه كانوا رجاله وكانوا قد المسؤوليه كلهم. شايفاك كنت قاعد قدام الشاشه اول ما وصلنا يعني لضربات الجزاء، كانت حالتك يعني ما تتوصفش. عايزاك تقول لي اكتر كنت حاسس بايه؟ انا كنت خايف طبعا، اللعيبه نزلت بدنيا الشوط الثاني وتعبت، فكنت خايف عليهم لحسن ما يقدروش مثلا ما يكونش في تركيز ولا حاجه، بس الحمد لله لعبتنا رجاله ومحمد هاني والشناوي كانوا قد المسؤوليه وكل لعيبه كانت قد المسؤوليه. مبروك للنادي الاهلي ومبروك للشناوي، هو نجم مباراه النهارده، هو انقذنا من يعني بعض الوقت. الاهلي عمل ماتش كبير، طبعا الاهلي وقع الشوط الثاني، بس الحمد لله على لعبه الاهلي، ومبروك ثاني مره للاهلي وجماهيره ومجلس ادارته. الف الف مليون مبروك للنادي الاهلي، واحنا معاك يا اهلي في كل مكان، ومش عايزاكم تزعلوا على الماتش اللي فات، احنا جينا وشفناكوا وشجعناكوا وبنقول لكم برضو الف مليون مبروك وشكرا، ووراكوا ووراكوا يا اهلي دايما. شكرا لكم جدا، وشكرا للماتش الفظيع بتاع النهارده، وربنا كرمنا، والف حمد والف شكر لكل شيء، وانت تستاهل وانت قدها. شكرا يا اهلي. الف مبروك طبعا للنادي الاهلي، وكلنا فرحانين ومتابعين كل الماتشات هنا. وطبعا الماتش اللي فات زعلنا شويه، بس كانوا بصراحه لعبوا حلو قوي، والنهارده لعبوا حلو فرحونا جدا، والف الف مبروك دايما يعني من انتصار لانتصار باذن الله. الف مبروك طبعا للنادي الاهلي، وده بيدل على ان ده تخطيط من اداره ممتازه وانجاز الحمد لله. عايزين نقول مبروك للنادي الاهلي ولاعيبته ومجلس ادارته، وربنا يكرمهم، وده تخطيط عالي جدا، وقدرنا ان احنا نوصل ان احنا ناخد البرونزيه، رغم ان احنا لعبنا مع البايرن حلوه قوي، بس هي فرقه كبيره واختلاف ثقافات واختلاف نفسيه واعداد وحاجات كتير، بس هنقول وهنفضل نتكلم ان طول ما احنا نفسيا واقفين على رجلينا هنقدر نعمل اي حاجه، بدنيا واقفين. الف مبروك للنادي الاهلي ومبروك للشناوي. سنين كتير غابت عننا برونزيه كاس العالم للانديه، عايزه اعرف احساسك، خاصه ان الشوط الثاني يمكن كان فيه توتر كبير جدا من الاعضاء، عايزه اعرف بعد وصولنا لركلات الجزاء. هو احساس ما يتوصفش طبعا، نعود البرونزيه ثاني اكيد، يعني لعيبه الاهلي كلها رجاله، وردوا على كل اللي شككوا فيهم، وكلهم بدر بنون او ايمن بدر بنون وايمن اشرف وياسر ابراهيم، كل الدفاع كان رجاله، والشناوي كان عامل موسم كبير وهو قائدنا وهو بيمثلنا كتير، يعني كل لعبة كانت رجالة. ألف مبروك ليهم، ألف مبروك لجميع الأعضاء وجميع اللعيبة والجهاز الفني، شكرا، هم تعبوا معانا جدا ومجهود كبير يحسب ليهم، والحمد لله على المكسب الحمد لله. يعني احنا قعدنا تاني واكيد ما فيش صوت اتكلم، بس انا فعلا الفرحه مساعدني يعني الحمد لله الحمد لله. فنيا النادي الاهلي في الشوط الاول كان مسيطر تماما، يمكن كان في تراجع بنسبه بسيطة جدا في الشوط الثاني، ولكن الحمد لله رجالتنا فرحونا. محمد هاني الشناوي، يعني كل الناس الاسمين دول ترددوا بقوة جدا، من الناحية الفنية عايزة أعرف رأيك إيه؟ من الناحية الفنية احنا الحمد لله بنلعب بروح الفنانة الحمراء في أي مكان، ومبروك البرونزية للنادي الأهلي. وقبل أي حاجة أنا ببارك لجمهور النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، اللي ادى حافز للعيبة على قد ما قدر جامدة جدا، وعملنا مطوشة جميلة جدا، والعالم كله ابتدى يتكلم علينا وعن النادي الأهلي، والنادي الأهلي ده فريق كبير وفريق عريق، ومبروك ومبروك ومبروك. بعد ماتشات الكبار يعني واجهنا طبعا يعني أندية كبيرة وكنا قدها وكنا رجالة، توجه إيه رسالة لعيبة النادي الأهلي؟ والله أنا بقول لهم كلهم ألف مبروك على الأداء الرجولي ده، وصحيح اتحبس دمنا، بس يعني أنا يعني
بوجه رسالة للشناوي بخصوص، بقوله أنا بحبك الشناوي جدا جدا جدا، وكابتن بيبو طبعا ألف ألف مبروك يا حبيبي، ومن ناصر الناصر دايما 4 بطولات ده شيء فوق الخيال، وربنا يوفقك دايما، وأهلي ده فوق الجميع. شكرا. يمكن دي يعني يا كابتن أيمن كانت أبرز الأجواء هنا، زي ما حضرتك شايف كل الناس بتتكلم على الأداء التاريخي، الأداء البطولي في كأس العالم للأندية. يعني بقالنا سنين كتير ما وصلناش، ولكن رجالة هذا العهد كانوا فعلا على العهد، وفعلا يعني وفوا بوعدهم، وفعلا يعني كل الناس قدروا ان هم يفرحوا كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. يمكن طبعا طول عمرنا يعني أعصابنا بتتشد مع النادي الأهلي، ولكن في النهاية بنبقى واثقين في رجالتنا وعارفين ان هم دايما بيرفعوا راسنا. ألف مبروك ليك يا كابتن أيمن، وألف مبروك لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان، وطبعا بشكركم جدا. الكلمة ليك مرة أخرى. شكرا جزيلا لزميلتنا مريم سميح.